And I never thought the country will be this welcoming. Everything is easy going. Whenever I need an information, everyone will be willing to give it. مسابقة فيدي من نوعها وهو أصلاً جديدة نوع ما في العالم. حقين الذكاء الاصطناعي والمبرمجين اختلطوا مع حقين الفنون. حاجة جداً جميلة. عندك إحاطة كاملة بأشياء ما توقعت إنك أنت تتعلمها أصلاً زي شبكة الجان وغيره. ما قد اشتغلنا عليها قبل. لكن اضطرينا نتعلمها والموديل شبه جاهز. متشوقة جدا ان احنا حنطلع للعالم كسعوديين بصورة جديدة، بصورة تحاكي المستقبل، بصورة ان احنا قادرين باذن الله ان احنا نحقق 20-30 بزوايا مختلفة منها الفن والذكاء الاصطناعي.